بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب بيان الفقه من كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وانتهى بنا المقام إلى الفقرة 89 بعد 100. حيث تكلم فيها المصنف عليه رحمة الله عن الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ثم تكلم عن الأحكام الشرعية وهي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، ثم كان الكلام عن الواجب ثم عن الندب ثم عن المباح، واليوم نتكلم عن بقية أقسام الحكم الشرعي. قال عليه رحمة الله: والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغضب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. المحظور في اللغة من الفعل حضر، وحضر الشيء إذا منعه وحال بينه وبين غيره، ومنه سميت الحظيرة حظيرة، فالحظيرة هي المكان الذي يحاط فيه على البهائم والمواشي، ده الحظيرة. وسميت بالحظيرة لأن من فيها يمنع عن الخروج منها، من فيها يمنع عن الخروج منها، أول ما البهائم بتخش الحظيرة تعرف تطلع؟ لا تستطيع، لا تستطيع، تمنع وتحبس ويحال بينها وبين الخروج، هذه معنى الحظيرة. فالشيء المحظور هو الممنوع، هو الشيء الذي يحال بينه وبين أن يتصرف، والشرع الحنيف جعل أمورا محظورة أي ممنوعة، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها، أن يغشاها أو أن يفعلها أو أن يتكلم بها. أن يتصرف فيها كأنواع البيوع المحرمة، كأنواع البيوع المحرمة، لا يجوز التصرف في الأعيان غير المملوكة. يعني ما يجيش مثلا واحد أخذه كده وأقول له العربية الام دبليو ديت والله لن تواخدها، أخذها يا بتاعتك، أقول له لا بس هي كده، ما تردش الحلفاء، ما توقعش اليمين بتاعي. ما هذا الأمر؟ هذا تصرف محظور ممنوع، لأنك لا تملك هذا العين، فكيف تتصرف فيه؟ إذن هذه تصرفات ماذا؟ ممنوعة. لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة من غير أن يكون عاقدا عليها عقدا صحيحا شرعا وعرفا، فإذا فعل ذلك تصرف تصرفا ممنوعا أي محظورا، هذه تصرفات ممنوعة. أقوال محظورة كالشرك والسباب والبذاءة، كل هذه أقوال محظورة أي ممنوعة. وأفعال محظورة أي ممنوعة كالزنا والقتل والاختلاس والرشوة، كل هذه أفعال ممنوعة. إذن المنع بيتوجه إلى الأفعال وإلى الأقوال وإلى التصرفات. طيب، الحظر دليل على الحرمة، الحظر دليل على الحرمة، مش الحرمة دليل على الحظر. ليه؟
لأن الحظر ده معنى لغوي شرعي أصولي، والحرمة هي النتيجة، الحرمة هي النتيجة. فعندما كان الشيء محظورا صار ماذا؟ صار حراما. عندما كان محظورا صار حراما. فالقتل حرام، القتل حرام لأنه محظور، محظور أي ممنوع، لأنه سفك الدم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يبقى لا يحل ده منع، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام إباحة دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، رجل متزوج وبدل ما يمشي في الحلال بيلعب بذيله. طيب، والثاني القاتل للنفس، قتل نفسا من غير تأويل ولا خطأ، أي عامد متعمد. طيب، واللي بعد كده التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه ده المرتد، فعندما ارتد فارق الجماعة، أي فارق جماعة المسلمين. مش المقصود بالجماعة هنا إن مجموعة يتلموا مع بعض يبقوا جماعة، فاللي يسيبهم يبقى كافر، ده كلام ده كأعجب ما يكون. هناك بعض الناس لها تفسيرات مزاجية، يعني تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان، بيفسروا الدين بمزاجهم، والناس دولت ليسوا من أهل الدين ولكن يريدون أن يطعنوا في الدين، يريدون أن يطعنوا في الدين. فلما كان الشيء بشعا مخالفا للشرع صار ممنوعا، فلما صار ممنوعا صار ماذا؟ صار حراما، صار حراما. وبالتالي الحرمة بتتلائم مع الفطر البشرية، يعني الأحكام الشرعية سواء الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الاستحباب، سبحان الله، بتتناسب مع النفس البشرية الإنسانية. من الذي يستسيغ القتل أو الزنا أو شرب الخمر أو ما إلى ذلك؟ من الذي يستسيغ؟ لا استساغة في ذلك الأمر، وكذلك الشرع ليس عنده استساغة لهذه الأشياء، فصارت ممنوعة أي محظورة، فلما حظرت صارت ماذا؟ صارت حراما. فلما كانت حراما الأصوليون قالوا إن ليأتي الحرام ده يبقى متعرض لماذا؟ للعقوبة، متعرض للعقوبة. فالشرع جعل الحرام تتأبى الطبيعة والفطرة البشرية السوية. أي حرام هتجد الإنسان السوي بيكره، الإنسان السوي بيكره هذا الحرام. من الذي يقبل القتل أو الزنا أو شرب الخمر أو إتيان الصبيان أو الرشوة أو إلى غير ذلك؟ من الذي يقبل إلا إذا كانت نفسه ملوثة؟ طب النفس الملوثة ده نديله مكافأة ولا يعاقب؟ يعاقب. هناك في بعض الأماكن إذا كان الرجل متفننا في السرقة رقي إلى مناصب أعلى، رقي إلى مناصب أعلى، لكن في الإسلام لابد أن يعاقب عشان المجتمع يبقى مجتمع سليم. بعض الناس بتبتسم، الكلام ده حدث، يعني واحد خريج كلية تجارة فاشتغل موظف في مكتب بريد، الرجل ده خلال سنة اختلس ما يقرب من 1,000,000 جنيه، فتم اكتشافه كما يقولون خطأ، يعني جت كده، مش مثلا يعني دوروا عليه واكتشفوه كده بالترتيب لا خطأ كده. ايه اللي حصل؟ تمت ترقيته خلال سنتين ليصير رئيس المكتب. يبقى الناس اللي شغالين بقالهم 20 سنة أصبحوا موظفين تحت إيديه، لأنه إمكانية إيه؟ إمكانية خاصة. إزاي الرجل ده خلال شهور يختلس المبلغ ده دون ما حد ينتبه إليه؟ ده إمكانية ممتازة، يبقى دي إمكانيات
وقدرات ترشحه أن هو يكون في منصب أعلى. لا، ده في نظام الحكم الإسلامي ده سارق، سرق أموال الناس بالباطل، ولابد أن يعاقب لأنه أتى فعلا محظورا، وهذا الفعل توصيفه السرقة. يبقى المحظور ده من أتاه تصرفا أو قولا أو فعلا هو مستحق للعقوبة، لكن يا ترى ربنا يعاقبه أم لا؟ دي قضية تانية. بنقول هو مستحق للعقوبة، لكن يا ترى ربنا سيعاقبه أم لا يعاقبه؟ هذه مسألة بينه وبين الله، باستثناء الشرك. فكل الأفعال المحظورة سوى الشرك العبد مرده فيها إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فربما أتى الإنسان بمحظورات وأتى معها بكثير من الحسنات، وقال ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال المصنف: والمحظور ما تعلق العقاب بفعله. إذن كلمة بفعله، الفعل هنا يشمل القول والتصرف، دي مسألة مهمة جدا. الفعل يشمل القول والتصرف، بدليل قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والناس لا يعملون فقط، وإنما يعملون ويتصرفون ويتكلمون. فسمى ربنا عز وجل التصرف والقول، سماه ماذا؟ سماه فعلا. هناك في اللغة ما يسمى بالاشتمال. اشتمال أي اللفظ يشتمل على ظاهر معناه وعلى غيره أيضا، وعلى غيره أيضا. فلفظ الفعل يشتمل على مفهوم الفعل وغيره، كالقول وكالتصرف. يبقى الأقوال والأفعال والتصرفات كلها تدخل تحت مفهوم واحد. وقول الإمام البغدادي: ما تعلق العقاب بفعله، هو أفضل من قول بعض الأصوليين ما استحق فاعله العقاب. هو أفضل من قول بعض الأصوليين ما استحق فاعله العقاب. لماذا؟ لأن الله تعالى قد يعفو عنه بحسنة ماضية، قد يعفو عنه بمصيبة نازلة، قد يعفو عنه بشفاعة شافع أو بدعوة صالح، فهذه كلها مكفرات كما هو معلوم. ولكن كلمة التعرض أولى. يبقى المحظور ما تعلق العقاب بفعله، وفهمنا إيه معنى التعلق وما معنى الفعل، كالزنا وإلى غير ذلك. وهذا المحظور يستفاد من عدة أشياء. يستفاد من الفعل المنهي عنه، وهو الفعل الذي صدر بأداة النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يرحمكم الله. يبقى تقربوا فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهية وعلامة الجزم السكون، صح؟ صح؟ علامة الجزم بيه؟ من الحذف النون. أحسنت. وعلامة الجزم حذف النون. هناك آيات كثيرة، هذه الآيات تجد أن الفعل المضارع صدر باللا الناهية، مش اللا النافية، باللا الناهية. كل هذه الأفعال المنهية عنها كلها تدخل في إطار المحظور، كلها: شرك، أكل مال اليتيم، الاعتداء، المشي في الأرض مرحا، الكذب، الشرك، كل هذه من الأفعال الموجودة في القرآن ورد النهي عنها. الأمر الثاني: ما تعلق العقاب على الفعل،
إذا تعلق العقاب على الفعل، إذا تعلق العقاب على الفعل، كقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه إلى آخره. فرتب ربنا عز وجل العقاب الشديد على ماذا؟ على الفعل. فلا يمكن أن يكون هذا العقاب على معصية صغيرة، وإنما هذا على ماذا؟ على أمر محظور، أي ممنوع، أي منهي عنهم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله احنا عايزين نجيب بمسألة الربا، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقالهم سواء. ده لفظ الإمام مسلم، وقالهم سواء آكل الربا والذي يساعد في تأكيل الربا زي السمسار وما إلى ذلك، والناس اللي بيكتبهم عقود الربا، والناس اللي بيشهدهم على الربا، لعنهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لعن عام، أو يسموه لعن نوع، ليس لعنا خاصا، أي لعن معين. فلا يجوز لعن المعين أو تخصيص المسلم باللعن، لا يجوز. لكن ممكن يقول مثلا: لعن الله الأكل الربا، لعن الله كذا، لعن الله كذا. لكن زيد، عمرو، رقية، خديجة، إن احنا نلعن حد بعينه كده، ده لا يجوز شرعا. لأن بعض الناس يمشوا في الشارع مثلا يشوف واحدة متبرك، يا ملعونة، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. فاللعن هو الخروج والطرد من رحمة الله، وهذا ليس لك، هذا ليس لك. فإن الذي يملك الرحمة ويوزعها أو يمسكها ليس هو أنت، وإنما هو ربك سبحانه. فانتبه لهذه الأشياء. يبقى عندما نقول لعن الله كذا، ده حكم عام. هذا الحكم العام لا ينزل على الأفراد أو المعينين إلا بعد إقامة الحجة، وإقامة الحجة لابد فيها من إزالة شبهة ونور الأدلة والبيان الواضح، لابد من هذه الأشياء. يبقى الفعل المضارع المصدر بأداة نهي. اثنين، ترتيب العقوبة الشديدة على الفعل. هذه الأشياء من الصيغ والقرائن الدالة على المحظور، والمحظور ما تعلق العقاب بفعله ك، والكاف هنا للتشبيه، والمقصود ليس التشبيه هنا ولكن التمثيل، يعني مثل الكاف مش شبه ولكن معنى مثل، مثل الزنا والغضب. والمقصود بالغضب ليس أصل الغضب، وإنما هو الغضب الحامل على الإثم والعدوان، الغضب الحامل على الإثم والعدوان. لكن أصل الغضب ليس مذموما، فإن الإنسان إذا غضب لله أو إذا غضب لأمر أجازه الشرع فهذا غضب محمود. ولذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني واحد يقول عاوز يخليك تغضب، سب لك بالدين ويسب لك في أبوك وأمك، لا، إذا لم تغضب يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت إنجليزي، يبقى أنت بارد خالص، قلب تلج. لابد الإنسان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. فمتى تغضب وكيف تغضب ولماذا تغضب؟ دي هي الأسئلة المطلوبة. لماذا أغضب؟ ومتى أغضب؟ وكيف أغضب؟ لكن إن احنا نجتث الغضب من جذوره في النفس البشرية فهذا محال، هذا محال. زي بالضبط الحب والخوف والرغبة والرهبة، دي كلها أخلاق مغروزة في النفس البشرية، لا يمكن لأحد أن يجتثها أبدا. ولكن المطلوب
أن تهذب النفوس والطباع. والسرقة كلها حرام ولا يجوز. يبقى والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا والغضب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. المقصود بكلمة المعاصي هنا أي المعاصي الكبيرة مش الصغيرة، المعاصي الكبيرة، لأن المعاصي الصغيرة مسألة الصغائر، هذه الصغائر يمكن أن تزال بيسير العمل، وإنما الشأن في هذه الكبائر. فالنظر إلى الحرام مما لا شك هذا حرام ومحظور، ولكن شأنه ليس كشأن الزنا، وعليه يمكن القول بأن المحظور على درجات، على درجات، فالشرك محظور، والنظر إلى الحرام محظور، وترك الصلاة محظور، وعدم صلة الأرحام محظور. لكن يا ترى قطع الرحم كترك الصلاة كالنظر إلى الحرام كالشرك بالله، ولا كلهم فيها تفاوت وتنوع؟ كلهم سواسية ولا فيها تفاوت؟ فيها تفاوت. إذن اشترك الجميع في أنه محظور، ولكن تفاوت المحظور، تفاوت المحظور. دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس ربما يوهن من المحظور، يقولك الله انت تجعل لما انا انظر الى امرأة زي الشرك بالله، دي حرام، ازاي الكلام ده؟ نقول له لا، النظر الى الصور المحرمة حرام، والشرك بالله حرام، ولكن حرمة هذا اعظم من حرمة هذا. زي ايه؟ زي قتل النفس، حرام ولا مش حرام؟ حرام. طب قتل النفس في البيت الحرام، حرام ولا مش حرام؟ حرام. بس الحرمة ايه؟ اشد. الحرمة ماذا؟ اشد. فهذا دليل على ان المحظورات بتتفاوت، وبعضها يكون اشد من بعض. وهذه القوة اما راجعة الى نفس الفعل، واما راجعة الى ما يلابس الفعل. الى نفس الفعل كالشرك والقتل وقطع الرحم، فالتفاوت هنا راجع إلى ماذا؟ إلى ذات الفعل. فالشرك في ذاته أشد حرمة من ترك الصلاة، وترك الصلاة أشد حرمة من قطع الرحم. وإما أن يكون التنوع راجعا إلى ما يلابس الفعل كالقتل، حرام، ولكن إذا قتل الإنسان في البيت الحرام كانت الحرمة أشد. الزنا حرام، فإذا زنى بمحاربه كانت الحرمة ماذا؟ أشد. السرقة حرام، فإذا كانت السرقة من صاحب أو قريب كانت السرقة ماذا؟ أشد. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ويبقى الحديث في المرة القادمة عن المكروه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.